فيها 40 ريال 40 قضيتهم 40 ريال قضيتهم Thank you.
بعد صار بعد فتر كم هذا وصل يا الفتل كم رجوع على الجوز كم جميل الذكر هذا شباب يقول جميل يقول جميل السام السام حقنا جميعا كم نقول على الجميع كم نقول على الجميع شرومو كم راد بالجوز تبغون جميع كم وشي انسى الحراج وش وانا سعيد على الجميع على الجميع 160 220 230 230 واحد اثنين ثلاثة بعيال 230
10 يا طماعين يا طماعين منين عادي لك وانو ميتين نبو وانو ميتين يبيكي باك ميتين قال 50 60 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اللي بعد هذا الهنك 100 هذا الهنك 100 هذا الهنك 100 هذا الهنك 100 100 100 100 100 100 100 100 شكرا زباي 100 طبة هنا 100 منتج ب 100 وين رايح انت؟ اللي بعد طبة توص اللي بعد تمام كل الدنيا تتعمل برسان وانت في أقصى جنوب جدة وفي كل جمعة تختلط تغاريد البلابل بهديل الحمام ويمتزج صياح الديكة بنقنقة الدجاج مشكلة أيقونة خاصة تكاد تلامس أسماع الزائرين جميعا في أكبر سوق للطيور والزواحف في المنطقة الغربية ولا يضاهي ذلك شيء سوى صيحات المحرجين هناك حيث يجتمع في كل جمعة هواة جمع الطيور والدواجن والزواحف من مختلف مناطق المملكة في سوق الأنعام المركزي بحي الخمرة وذلك لبيعها في مزادات أشبه ما تكون بكرنفال أسبوعي أنواع مختلفة ونادرة تجدها معروضة في السوق ويقوم أولئك الهواة بتربية تلك الحيوانات في مزارعهم والاعتناء بها ومن ثم عرضها للبيع في ذلك السوق ويقول شيخ طائفة الطيور خالد نعمة الله للأسف لا يوجد اهتمام بنا والناس تبسط في الشارع ولا يوجد مسجد ولا دورات مياه ولا حتى أسقف يستظل بها الباعة مطالبا المسؤولين بالاهتمام بالسوق أسوة بباقي أسواق الطيور في مختلف مناطق المملكة أنور الغامدي جريدة المدينة خلينا نطلع انا كمان ما صور الحاله جراو كم مشهور على قبل على موقع الجريدة ألفين 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 ألفين
ألفين ألفين ألفين ليش العمر؟ ليش عمرك كلام هذا؟ جات غرام ما عنده ولا حاجة أخوان. ¿Qué pasó?